انا اول ما نخش من الشقة استقبال ساعة 3 قطع على شيء على هيئة حرف ال، وبعد كده في البلكونة تبص على المستشفى بتاع القوات المسلحة، شايف البحر طبعا مفيش حاجة هتطلع قدامها، تبص على شارع الصوفاني الواسع، مظلات مفتوحة مش هتتغير، يرجع الاستقبال. بعد كده في غرفة تبص على نفس المنظر، تشوف البحر برضه. دي الغرفة التانية، تشوف البحر. حمام الضيوف، مطبخ، الحمام التاني الرئيسي، ودي الغرفة التالتة ليها بلكونة تبص على منور.